قالوا لي يا استاذ شادي الست سابت الولاد على السلم. رحت خدتهم قامت عامله لي محضر خاص. اتصل بيا احمد بيه الحجار رئيس مباحث اسمي تاني، والاستاذ حمدي مشعل عضو مجلس الشعب سابقا، وعملوا لي قاعده عرفيه، تعالى ابنك ما يهونش عليك كده اللي انت تسيبه واصرف عليه. والله اللي انتوا الاثنين اللي انتوا بتعملوه في العيال ده ما يجوزش ابدا، وحرام عليكم يعني ايا كان الخلاف. مش ممكن العيال تترمي في الشارع كل يوم وتتساب كده. يا استاذ عمرو لو سمحت، مش انتوا الاثنين يا استاذ عمرو، مش احنا الاثنين، هي السبب في كل ده. وبتعمل وبعد عملت لها محضر تسليم ان هي استلمت الاولاد، بعديها بشهر سابتهم عند بتاع الفاكهه ثاني مره. هي الست دي إيه؟ هي الست دي ودي المره الثالثه يا استاذ عمرو. الست دي عقليا متزنه يعني، يعني ايه سابتهم عند الراجل بتاع الفاكهه؟ اه سابتهم يوم برضو عند بتاع الفاكهه، وقالت له ابوه ما يجي ياخدهم دلوقتي. طب ابوه ما يجي ياخدهم ازاي وانا في محافظه ثانيه، وهيعرفوا تليفوني منين ولا يجيبوني منين؟ طب حضرتك رفعت عليها اي قضيه اي حاجه تثبت للمحكمه؟ رفعت عليها ضم حضانه، رفعت عليها ضم حضانه، قالوا لي الحضانه لا يجوز الا لامها طالما امها موجوده. طيب اعمل ايه؟ عملت محضر اثبات حاله، وعامله لي ست تقارير طبيه، وعماله تشتكيني في كل حته، وبتقول لي انا مش هطلع منك الا بالدم، وبتهددني ان انا لازم احبسك. كل ده عشان بقول لها خلاص يا ست ننفصل بالمعروف، واديني عيالي، اديني عيالي وروحي لحالك. تقول انا مش هطلع منك الا بالدم. طب استاذ شادي ايه؟ انا مش عارف استاذ شادي، هم العيال فين دلوقتي؟ انا العيال اخر حاجه وصلت لها قالوا لي يا شادي لازم اي حد من الام او الاب يجي يستلمهم. منين؟ تمام. بعت اهلي قالوا لي لا لازم امه، لازم امه، لازم امه. بعت امه راحت اتحفظوا عليها دلوقتي، ومعمول لها ضبط واحضار، ولا مش عارف مستنيين تحريات المباحث. ايوه العيال فين؟ العيال في الرعايه بمكان الدوله، خدتهم في دار الرعايه الدوله خدتهم. طيب انا مش عارف اخدهم يا استاذ عمرو، انا مش عارف اخدهم. حضراتكم متجوزين ولا متطلقين؟ متجوزين يا فندم كمان. طيب انا مش عارف اخدهم منها، انجدوني منها، انجدوني انا وعيالي منها. دي بني ادمه مختلة عقليا. طب حضرتك دلوقتي عن طريق النجده، حضرتك كده تقوم عامل لي محضر سرقه؟ حضرتك دلوقتي في اسكندريه ولا في طنطا؟ في اسكندريه يا فندم. انا مش عايش في طنطا. انا طب هي اللي عايشه في طنطا، هي اللي عايشه في طنطا. طب ما نزلتش؟ انا عايش مع الزوجه الثانيه في اسكندريه. ايوه ما نزلتش تشوف عيالك ليه؟ ما انا بنزل لهم كل اسبوع. لا دلوقتي في الوضع دلوقتي حضرتك، العيال كانوا مرميين في الشارع. يا فندم انا حاليا متواجد في طنطا. انت في طنطا دلوقتي؟ ايوه متواجد في طنطا دلوقتي. رحت اخدهم؟ مش عارف اخدهم. رحت شفتهم؟ طيب ايوه طبعا. طب قالوا ايه العيال؟ هل كان بقالهم 3 ايام ولا يوم ولا يومين؟ لا هي سابتهم من العشاء لحد تاني يوم الساعه 7 الصبح. يعني العيال عدى عليهم الليل وهم في الشارع؟ لا ثابتهم على السلم، ثابتهم على السلم قدام الجاره اللي قدامها، عشان الجاره اللي قدامها موظفه، لما وهي راحه الصبح تقوم شايفاهم. الجاره الموظفه وهي بتفتح الباب نازله على السلم رايحه وظيفتها لقتهم. طب استنى دقيقه واحده يا استاذ شادي.